بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لزميل أمير جنابي لهذه التغطية التي وافانا بها. حياكم الله مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من حرم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه. يا زائرا قبر الحسين بكربلاء، رفقا بقلب متيم محروم، خذ من دموع القانيات لواعجا فيها الغنى عن قلبي المكلوم. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، ما بقينا وبقي الدهر. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. صلى الله عليك سيدي ومولاي على جسدك الطاهر السليب المرمل في أرض كربلاء. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، وها نحن الآن من حرم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نغطي هذه التغطية الخاصة بذكرى زيارة 40 الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. لدينا اليوم في حلقتنا إن شاء الله وفي لقائنا هذا الكثير من المحاور التي نطرحها والأسئلة التي نطرحها بين يدي زائري الإمام الحسين عليه السلام. نستشف منهم مشاعرهم، تجربتهم خلال هذا الطريق وخلال هذه الزيارة، كيف عاشوا هذه الأيام، كيف كانت هذه التجربة بحلوها وقساوة لربما الطريق والحر الشديد، لكن كيف عاشوها بحب وبشوق وبلهفة لزيارة سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه. إن شاء الله نبدأ، لدينا عدة محاور كما ذكرت، نبدأ بأولى المحاور ونلتقي بإحدى الزائرات نتعرف عليها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم حبيبتي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، تقبل الله أعمالكم وزيارتكم وأعمالكم وكذلك حبيبتي. من أي بلد أنتم؟ عرفونا عن نفسكم. من الإيران، من بلدة المحمرة وعبادان. أهلا ومرحبا بكم. كان الطريق طويل وشاق ومتعب؟ يعني ما تعب والله، التعب ما له راحة، حلو كان وايد حلو، والعراقيون وايد ساعدونا هم على الحدود وهم بالطريق، هم يعني والله يا أهل كرم الله يحفظكم. حر شمس، ايش كم يوم صار لكم بالطريق؟ أنا أول من البارح طبيت للحدود وكنا نمنا بالبصرة، صرنا ضيوف جماعة من العراقيون من البصرة، وامس مشينا على النجف، ومن النجف الى طريق كربلاء مشينا مشاية. الله يحفظكم. من حضرتكم؟ حضرتكم اسمكم؟ اسمي انا، اسمي مهين شريفات من قبائل العرب. طيب مهين، اذا قلنا لك اليوم اكو فد ناس مثل ما انتم اليوم توفقتوا للزياره ولله الحمد، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، اكو ناس ما قدروا يوصلون لمرض، لظروف معينه ما قدروا يوصلون لابي عبد الله سلام الله عليه، مثل اليوم انت واقفه بالحرام، واقفه تزورين، زرتي كملتي الزياره، نويتي، قلدتي الكثير، قلدوك من الدعاء. يعني انا بالطريق ويوم اللي كنت امشي مشاية شفت مهد علي الاصغر، وعدنا وايد التمسوا الدعاء عن حق اولاد، نساء ما يجيبن اولاد، وهزت المهد علشان نوت على نيتهن، هزت مهد ابا. انتوا زرتوا ابا عبد الله؟ كملتوا زياره؟ والله انا بعدني لا، توني طبيت لكم. زين، اذا اقول لك اكو ناس مستعدين يشترون هذه المشايه والخطوات والايام اللي تعبتي بيها وزيارتك للامام سلام الله عليه اللي هسه راح تنويها، مستعدين يشتروها بس بشرط انه انت ما لك حق تطالبين بها يوم القيامه، خلاص بعتيها، شنو تقولين؟ تبيعين الزياره؟ ما ابيع، بس اهدي. اذا اشوف واحد يريد محتاج وعن مريض ولا ما قدر يجي بيع، لا لا والله. خطواتك، الحار، التعب، هسه راح تطبين الزورين؟ لا هذا مو شيء، هذا وايد يعني قليل ابا عبد الله وايد، وانا هذا اصلا احنا انا هسه اللي قاعده هنا ونويت الى ابا عبد الله وقاعده اشوفه من بعيد، حتى لو ما اوصل للضريح بس قلت وصلت، كنت هسه واقفه برا وقلت كنت انوي واسولف ويا روحي، قلت هذا ارض الحرب، أرض أبا عبد الله الحسين الذي طاح واستشهد، وزينب، وكنت أدور على تل الزينبي، أبي أروح عن تل الزينبي حتى لو ما أدش. يعني ما تبيعين الزيارة؟ لا لا ما أبيعن، بس عطية مو ما يقدرون يوصلون. أهديها؟ أهديها؟
زين، انا راح اقول لك انه الزياره هذه حتى لو تشاركيها ويا الاخرين يبقى لك الاجر والثواب والفضل لهذه الزياره وهذه الخطوات. فزياره الامام الحسين ثوابها مشترك، اذا انت نويتي بها اشخاص اخرين ان شاء الله الثواب لك وللاشخاص الاخرين اللي وياك. امين. مشكوره عيني. الله يتقبل اعمالكم وان شاء الله اكيد نقلدكم الدعاء والزياره. على كرمكم وعلى مضايفكم واهل الكرم، واحب هنا اتشكر من العراقيون صغير وكبير ورجال ونساء كلكم مشكورين على خطوه خطوه الجينه وساعدتونا يعني من على الحدود الى هنا. شكرا جزيلا لكم، شكرا لش مهين وزياره مقبوله ان شاء الله. إذن مشاهدينا مستمرين معاكم بهذه التغطية من حرم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، وما زلنا نستمر باللقاء بزائرات الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله تهيئ زائرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام بعد قلبي. أهلا ومرحبا بكم. بكم أكثر وتقبل الله من عندكم أعمالكم. من أي بلد؟ احنا جينا من البصرة. البصرة. من النجف. الله يوفقكم ان شاء الله. ام من حضرتكم؟ ام من واسمكم؟ ام ابراهيم. ام ابراهيم اهلا ومرحبا ام ابراهيم، الله يتقبل اعمالكم. صار لكم ايش كم يوم بالطريق؟ العافيه الحمد لله. الحمد لله بخير ابو عبد الله. ايش كم يوم بالطريق من النجف اللي هنا؟ انا اليوم رابع، اربع ايام، انا ما اقدر امشي. تعبتي؟ اي والله، ان شاء الله ما يضيع عندي بعض. خطواتك قد حسبتيهن؟ حسيتي انه انت مشيتي هواي؟ ممشاي كله هديه هديته لام البنين والفاطمة الزهراء وصاحب العصر والزمان. اي والله اللهم عجل فرجه، اريد الشفاعه من الله ومن عندهم. ان شاء الله. ام ابراهيم انت محظوظه لان وصلتي للامام سلام الله عليه. لا والشكر، صار لك هوايه ناس. خير من الله امشي. هوايه ناس ما قدروا يجون للزياره، هوايه ناس صارت عندهم ظروف، مرض، ما قدروا يوصلوا. والله بنقدر السنه جيت انا هم تعبانه ورب سهلها علي الحمد لله والشكر. انت قلتي اني تعبانه واجيت بالطريق وتحملت مشاق الطريق، زرتي كملتي زياره؟ الحمد لله فضل من الله وصلنا للامام وزرناه، خير من الله. الله عليه. ام ابراهيم اذا قلت لك تبيعين هذه الزياره لبعض الاشخاص اللي ما قدروا يجون، المرضى مستعدين يشترون منك هذه الزياره تبيعيها؟ هديتها من البدايه من البيت. والله من البيت هديتها لام البنين. سلام الله عليها. زين. زين ما تبيعينها باي شكل من الاشكال؟ ايش كم خطوه من الطريق؟ هديتها. والله ولا خطواتك بالطريق ايش كم خطوه تعطيهم؟ كل من ما زائر وما واصل الزياره الزايدات كلهم الي. الله يتقبل اعمالكم. كريمه ام ابراهيم. روحي اشكرك يا بعد قلبي. الله يحفظكم. انا ما اقدر بناتي قاعده. الله يحفظكم. انا ردت اقول لك انه زيارتك اذا تبيعيها بعد ما يحقلش طالبيها يوم القيامه ابدا، انت خلاص قفلتي انه هاديتها من البدايه. هاديتها من البدايه. الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله. اكيد هديتك ايضا يعني هذا ثوابك اللي سويتيه واللي زرتيه وشاركتي به كل اللي دعيتي لهم، كل اللي كانوا وياك، هذا يتوزع الثواب ام ابراهيم، لا تشيلين هم ولا تقلقين. ان شاء الله، انا ما هامه الحمد لله، واجر ما يضيع عند الله. الاجر ما يضيع عند الله، ما تطين منه وتهدين منه، هو الاجر هو ثابت. ان شاء الله دائما وابدا في طريق الامام الحسين، وكل سنه ان شاء الله نشوف ام ابراهيم بالحضره وتزور الامام الحسين وتدعي الزوار. امين يا الله. امين. الله يسمع للجميع ان شاء الله. بعد ام ابراهيم شكرا جزيلا، الله يوفقكم يا رب. نعم مشاهدينا مستمرين معاكم بتغطيتنا هذه، وان شاء الله نلتقي بزائره اخرى معانا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ما أهلا ومرحبا بكم. وأهلا بك حبيبتي. الله يعمالكم إن شاء الله. معنا وأعمالكم الله يعودكم إن شاء الله. من وين حضرتك؟ من البصرة. من البصرة. من شنو اسمكم كريم؟ أنا سهام جبار. أم سعد. أم سعد أهلا ومرحبا أم سعد. أم سعد الطريق كان متعب؟ حر، شمس، مشيتي هواي؟ كل شيء هون لأجل اللقاء سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. سلام الله تعالى عليه. تريدين أجر وثواب صحيح؟ طبعا طبعا. زين اكو مرضى، اكو ناس تعبانه ما قدرت تجي، ما قدرت توصل للامام سلام الله عليه. مستعده تشتري منك هذه الزياره وهذا التعب وهاي المشي والخطوات تبيعين؟ لا مستحيل. ابدا؟ ابد. انا زين خطيه الكرسي جبناها ويانا الوالده.
زين مثلا ما تقولين خطيه يعني احتمال ما قدروا يجون، انا السنه الجايه اقدر اجي، يمكن اقدر اطب ازور مره ثانيه، بس هذول ما قدروا يوصلون. انا مجرد ادعي لهم ان شاء الله، الله يشافيهم ويجون ان شاء الله. تشاركين يعني تشاركيهم بزياره بالدعاء؟ بالدعاء اكيد. يعني دعيتي للكل؟ دعيت للجميع، كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمات والمسلمات، يحفظ بلدنا ان شاء الله. نعم ان شاء الله من هالحال احسن حال بحق محمد وآل محمد ان شاء الله. ام سعد احب اقول لك انه هذه الزياره ثوابها ان شاء الله كل اللي شاركتيهم اكيد حصلوا نفس الثواب ان شاء الله اللي حصلتيه، وتم يعني مشاركه هذا الثواب باجر مضاعف لكونك شاركتي اخواتك واخوانك المؤمنين. اكيد اكيد اكيد. شكرا جزيلا لك، الله يتقبل اعمالك وان شاء الله توصلين بالسلامه يا ربي، وان شاء الله دائما كل سنه نشوف ام سعد عند الامام الحسين سلام. بركه دعائكم ان شاء الله، امين يا رب العالمين. كل المسلمين من زاخو الى البصره يعني كلهم ان شاء الله يوصلون ان شاء الله. شكرا جزيلا ام سعد، تحياتنا لكم، الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا لكم. اذا مشاهدينا مثل ما شفنا هذه خلينا نسميها اللهفه والحب والشوق لزياره الامام الحسين سلام الله تعالى عليه. طبعا ما حد قبل تسبيع زيارتها يعني كل المشي الخطوات التعب يقولون مستحيل، انا ما ابي هذه الخطوات، هذه انا تعبتها واريد اجرها. فيعني خبرناهم انه هذا الاجر اكيد يتم تشاركه وراح يتضاعف هذا الاجر، بما انه احنا ضفنا وذكرنا اسماء المؤمنين والمؤمنات ويانا بالاجر والثواب، فراح يتضاعف هذا الاجر والثواب. راح انتقل لمحور اخر وسؤال اخر ويا زائراتنا، نتعرف وياهم على اداب الزياره، شنو يعرفون من اداب الزياره؟ شنو اللي سمعوا من احاديث وائمه اهل البيت سلام الله تعالى عليهم اللي يحثون بها على التادب باداب الزياره، الطقوس اللي نسويها، الاعمال. طبعا مثل ما تعرفون مشاهدينا بعض هذه الاعمال منها الغسل، التوجه بقلب خاشع، تمشي مشيه العبد الذليل، تكون يعني حافيه القدمين، كذلك من الامور اللي ايضا اداب الزياره انه ما نرفع صوتنا في الاماكن المقدسه، انه لا نتخذ قبر الامام الحسين ومكانه موطنا، اي انه يعني ما يصح نكون باكل وشراب ومنام الا اذا كان يعني مثل زوار ابي عبد الله الحسين اليوم مضطرين، فاكو سراديب خاصه بهم، يعني مو لائق انه تكون النساء بمراه من الرجال وتكون يعني حاله نوم او اكل في الطرقات، هذا اكيد ليس من اداب الزياره. احنا اليوم بصحن الامام الحسين سلام الله تعالى عليه نزور، نكمل الزياره، نهيئ اعمالنا امورنا كلها، نذكر والدينا بالدعاء، نذكر كل اقاربنا، كل اللي اوصونا وقلدونا بالدعاء والزياره، وحتى من لم يقلدنا ولم يعني او نسي او لم نلقاه وما قلدنا الزياره ايضا نذكر بالزياره والدعاء. طبعا احب اذكر لكم مشاهدينا بعض من يعني احاديث ائمه اهل البيت سلام الله تعالى عليهم اللي يحثون بها على آداب الزيارة. الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه روي عنه سلام الله عليه وعلى أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين، إذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق عليك وامشي حافيا وامشي مشي العبد الذليل، فإذا أتيت باب الحائر فكبر أربعا ثم امشي قليلا ثم كبر أربعا ثم أتي رأسه فقف عليه فكبر أربعا وصلي عنده وسل حاجتك. رح نتعرف اليوم ونسأل زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام الأمور اللي أدوها من هذه الأعمال، من ضمنها التكبير والغسل وغيرها، ورح نشوف ثقافتهم بما يخص آداب الزيارة وشنو الأمور اللي سووها بما يخص آداب الزيارة والقدوم إلى أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. طبعا مثل ما قلنا انه ارض كربلاء هي ارض مقدسه، واحترام الاراضي المقدسه هي من الامور اللي تكون عفوا من صفات شيعه اهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وشفنا هذا الشيء ولمسناه بزوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام. الكل دا يزور الامام عليه السلام خاشع،
منكسر القلب، متلهف. إذا سألتي أي واحد بهم، وإذا سألت أي واحد بهم راح يقول لك أني نيتي وقصدي للإمام الحسين عليه السلام، أتحمل الحر، أتحمل المشاق، المتاعب، المهم يرضى عني الإمام الحسين، المهم أكون في عينه سلام الله تعالى عليه. هواي من الأمور اللي تجب ذهننا كيف نحيي زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام ونتأدب بآدابها. اليوم خدام أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه إجوا بقلوب مطمئنة لكون الإمام الحسين عليه السلام وحدهم، ما أن يدخل الزائر حدود أرض العراق وأرض كربلاء المقدسة حتى يكون زائرا، يعني باسم زائر الإمام الحسين عليه السلام، بغض النظر عن الجنسيات، عن الهوية، عن القومية، عن كل ما ينتمي إليه ومن أين أتى. هو توجه إلى أرض كربلاء، توجه إلى أرض الإمام الحسين عليه السلام، فقط انتهى، أصبح زائراً للإمام الحسين عليه السلام. له ما لزوار الإمام الحسين من الكرامة والفضل والأجر عند الله سبحانه وتعالى. طبعاً اليوم احنا في موائدنا وفي كثير من بيوتنا عندما تكون هناك قراءة للضيف، يعني ضيافة الضيف، نستضيفه بأجمل ما يكون، بأحسن ما يكون من الموائد العامرة، من الترتيب، من الاحترام اللائق والملقى اللائق بما يعني يكون أنه راضي هذا الزائر عنا. اليوم زوار أو خدام الإمام الحسين عليه السلام استقبلوا زائريه بذلك الاحترام والتوقير وبتلك الضيافة الكريمة والموائد العامرة بكل ما تشتهي الأنفس وبكل ما يعني يحتاجون من الخدمات. رح نتعرف إن شاء الله بما تضمن سؤالنا مشاهدينا واللي ذكرت لكم عن آداب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ونلتقي بزائرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. من وين حضراتكم؟ من بغداد. أهلاً ومرحباً بكم. اسمكم الكريم؟ اسمكم؟ أم علي. أم علي، أهلاً ومرحباً أم علي. أم علي، تقبل الله أعمالكم أول شيء، زيارة مقبولة إن شاء الله. للجميع، نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام، ونسأل الله يرفع الغمة عن هاي الأمة بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله، آمين رب العالمين. اليوم أنت زائرة الإمام الحسين عليه السلام، متوجهة إن شاء الله. راح أحكي عن آداب الزيارة، شنو تعرفين عن آداب زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ أعرف الالتزام أولاً بالحجاب، ثانياً الصلاة، الصوم، لأن الحسين ضحى على مود الصلاة والصوم وإثبات الدين. لو ما هاي ثورة الحسين ماكو دين، كان هسه احنا حالنا حال كائن من يكون. حاشتي اي شكراً. حين السلام يقول زائري الإمام الحسين عليه السلام، إذا توجهت للإمام اغتسل غسل الزيارة. طبعاً أحسن صراط قربة إلى الله تعالى لأزور سيدي ومولاي أبي عبد الله. والإمام الصادق يقول من زار جدي الحسين عارفاً بحق دخل الجنة. أي بارك الله، ثقافتكم كلش حلوة عزيزتي، الله يوفقكم إن شاء الله. ثقافة الحسين، لو ما الحسين إحنا ما عدنا ثقافة، ما عدنا إسلام، ما عدنا دين، صح لو لا؟ صحيح، وأنا أشوف هذه العقيدة وحب الإمام الحسين عليه السلام بعيونكم، قبل لا يكون بعيونكم وبقلبكم، وهذه الروح المختلطة بحب الإمام. سوى الحسين ثورة، ثورة خلى الحسين ثبت الإسلام بدينه، دمه، بأطفاله، برضيعة، بعياله اللي انسبت، برقية اللي بقت وحيدة بالشام اللي ما اجت ويا السيدة زينب. إن شاء الله دموعكم، إن شاء الله دموعكم بعين المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه. وهنيئاً لكم هذه العقيدة وهذا القلب المنكسر لأبي عبد الله سلام الله عليه، مو أي واحد ينال هذا الفضل وهذه الكرامة عند الله. لبيك يا حسين، لبيك يا مظلوم، شوك بعيون الحاقدين، نمشي على للحسين لو زحف، لو يقطعون الأيدي والأرجل نجي للحسين. والله الحسين ثورة، الحسين ثورة للثائرين سلام الله تعالى عليه. شكرا لك، ان شاء الله ربي يوفقكم ويتقبل زيارتكم، وان شاء الله دائما كل سنه تجون لزياره ابي عبد الله الحسين يرتفع من خلالكم بحق محمد وآل محمد ان شاء الله. شكرا لك عزيزتي، شكرا جزيلا لكم، في امان الله.
إذن مستمرين معاكم مشاهدينا باللقاء مع زائرات الإمام الحسين عليه السلام. شفتوا وأكيد لمستوا من خلال الكلام نبرة الصوت، الدموع اللي كانت، حب الإمام سلام الله تعالى عليه، وغرس هذا الحب في نفوس يعني الأشخاص أيا كان يعني انتمائهم، أو خلينا نقول حتى من أي مكان قدموا. خلينا إن شاء الله نكون مع زائرة أخرى من زوار الإمام الحسين عليه السلام، ونشوف أنه شنو سوت من آداب الزيارة لقدومها لأرض كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وسهلا حبيبي. عظم الله أجورك. أجورنا وأجوركم بإمامنا السيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل عباس. السلام الله عليك. والحمد لله زينب وفاطمة الزهراء هي من تعزية وعازي فاطمة الزهراء. السلام الله عليك. عازيها على الحسين أبو عبد الله وعلى أبو الفضل العباس وعلى زينب الحوراء وعلى سكينة وعلى رغية، ويانا من محافظة الأهواز، ويانا الخدمة الإمام الحسين نزوره نتشفع به، وزيد السلامة منه، وزيد إن شاء الله منه. أمين رب العالمين. وايد ممنون. حاجة أمن. ها؟ حاجة. حاجة أم مهدي. أم مهدي. أم مهدي. من محافظة الأهواز. أهلا ومرحبا أم مهدي. الله يتقبل اعمالكم، ماجوره ان شاء الله. حبيبتي. بين عليك تعبانه. حبيبتي وايد، لا كل تعب ماكو. ماكو تعب. ان شاء الله كل تعب ماكو، بفضل الإمام الحسين كل تعب ماكو. سلام الله تعالى عليه. ام مهدي. حوراه زينب نعازيها على ابو الفضل العباس وعلى اخيها الحسين وعلى اخيها ابو الفضل العباس. سلام الله عليك. ام مهدي شنو سويتي من اداب الزياره؟ الامام الصادق يقول اذا توجهت القبر الامام الحسين عليه السلام اغتسل، كبر اربع تكبيرات، امشي مشيه العبد الذليل، امشي حافي. خلينا ركعتين الامام الحسين ومشينا حفاي واحنا بخدمه الامام الحسين. سلام الله. اهواز ليا جينا قلوبنا لهفانه على الامام الحسين نريد نزوره. سلام الله عليك. من اعطاكم هذه المعلومه؟ يعني قريتي مثلا او سمعتي من المنابر او واحد ذكرك؟ نشوف التلفزيون وارواحنا تريد، نشوف المصور وارواحنا تريد، ولو بدينا نطير ونيه للامام الحسين. ان شاء الله دائما. انا وصلنا والحمد لله والشكر. سلام الله عليك، صار لك هوايه مبين مجايا ام مهدي. انا اليوم خامس اللي هنا. ايش كم سنه صار لك مزايره؟ هاي ثاني سنه. اول سنه وهاي ثاني سنه. يعني العام اجيتي؟ لا العام ما اجيت، قبلها اجيت. العام مبين، مبين مشتاقه للامام، مبين عندك هذا الحب. والله وايد مشتاقين للامام الحسين. أريد زيارته وأريد الشفاء منه إن شاء الله والصحة والسلامة الجميع أمة محمد، وإحنا من معاهم إن شاء الله يا رب. بدخيلك إن شاء الله، وإحنا جينا نعازي زينب ونعازي فاطمة الزهراء ونعازي السكينة ونعازي رغية ونعازي أم البنين. إن شاء الله تعزية مقبولة على الأربعة لطتهم فداء للحسين، ونعازيها على أبو الفضل العباس القطة تشفين والطلعينين لو الفضل. سلام الله. السلام عليك يا ابو الفضل. احسنتي ام مهدي، شكرا جزيلا لك. الله يتقبل اعمالك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. في امان الله. اذا مشاهدينا الكرام ننتقل الان ان شاء الله الى محور بغداد حتى نكون مع تفاصيل اكثر حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم وحول هذه التغطيه الخاصه بذكرى 40 الامام الحسين عليه السلام. ما زلنا مستمرين معكم بهذه التغطية، تغطية 40، زيارة 40 الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه من الحرم الحسينية المقدس. وإن شاء الله كل من لم ينل الزيارة إن شاء الله يرزق هذه الزيارة المباركة، وحتى وإن كنا بعيدين عن الإمام سلام الله تعالى عليه فقد سلموا عليه بقلوبكم
وبتحية خالصة من القلب، وإن شاء الله تصل هذه التحايا ويتقبل الله زيارتكم وأعمالكم. مستمرين بإن شاء الله تغطيتنا، هذا هو محاورتنا لزائري الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وراح أتحدث حول الفضل والأجر الكبير لزوار الإمام الحسين عليه السلام. قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وكذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: وكل الله تعالى بقبر الحسين عليه السلام 70,000 ملكا شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة، وكذلك يصلون عنده، والصلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل 1000 صلاة من صلاة الآدميين، ويكون ثواب صلاتهم وأجر ذلك لمن زار قبره عليه السلام. كل هذا الأجر والثواب لزائري الإمام الحسين عليه السلام. خلينا نشوف مشاهدينا الكرام، هل زوار الإمام الحسين عليه السلام مطلعين على هذا الأجر والثواب ويعرفون هذا الأجر العظيم اللي خصه الله سبحانه وتعالى لهم وهم في طريق زيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه؟ كل اللي بقلبه هذا الحب وهذا الولاء للإمام سلام الله عليه، يمكن هو القلب الدافع الأول، وأيضا العقيدة المترسخة اللي تقود الزوار إلى أن يجون لأبي عبد الله الحسين وإلى أرض كربلاء. لكن هل يعرفون الأجر الكبير والمنزلة العظيمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام؟ كذلك راح نحاور مشاهدينا الكرام زائري الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه حول الحاجات اللي في صدورهم واللي يعني مختزلينها في دواخلهم، وكيف هذه الحاجة يكون عندهم يقين بقضائها حتى وإن كانت لربما متعسرة، حتى وإن كانت هذه الحاجة يمكن تأخرت قليلا، حتى يمكن لو رجعوا لبيوتهم ما انقضت هذه الحاجة، شو راح تكون مشاعرهم؟ هل عندهم هذا اليقين اللي يكفيهم على أنه يبقون ويعني ثابتين على الولاء حتى وإن لم تنقضي حاجتهم؟ لأنه نعرف إحنا قضاء الحوائج يكون دائما لمصلحة الناس ولمصلحة العباد، والله سبحانه وتعالى هو مقدر للحاجة، إن كانت هي لصالح هذا العبد تقضى، وإن لم تكن فلا بد أن يؤخرها أو تؤجل، أو لربما يؤخر استجابة الدعاء إلى يوم القيامة فيكون له الأجر والثواب بذلك. خلينا نشوف هذا اليقين أيضا الثابت في قلوب زائري الإمام الحسين عليه السلام، وكيف يمكن أن تقضى الحاجات عند باب الحوائج سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله ريثما تهيأ اللقاءات مع الزائرات الكريمات راح نكون مع الزيارة، تسمعون من خلال صحن الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه زيارة أبي عبد الله سلام الله عليه، وإن شاء الله أكيد إحنا تغطياتنا مستمرة من حرم الإمام الحسين عليه السلام ومحور بغداد، ننتقل إلى ذلك المحور إن شاء الله. أكيد أستودعكم والله مشاهدينا الكرام، وإلى تغطيات أخرى من حرم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. كنت معكم ليلى عبد الهادي، نسأل الله قبول الأعمال والطاعات والخدمة دائما لسيدي ومولاي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين.